صدر عن حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 22 لسنه 2023 بتعيين عضو في مجلس احتياطي الاجيال القادمه وذلك بناء على عرض وزير الماليه والاقتصاد الوطني وبعد موافقه مجلس الوزراء جاء فيه يعين السيد نبيل صالح عبد العال عضوا في مجلس احتياطي الاجيال القادمه بدلا من السيد طارق احمد السماهيجي